يا مساء الحلويات، النهاردة هنعمل فطاير بس بشكل جديد بقى، زي ما انت شايفة كده قد ايه بتلمع كده وحلوة قوي وطعمها حكاية. لازم على طول تروحي تعمليها بعد ما تتفرجي على الوصفة وتشوفي المقادير. لو انت اول مرة تتفرجي عليا انزلي تحت الفيديو على طول، هتلاقي كلمة اشتراك، دوسي عليها وفعلي الجرس عشان كل الفيديوهات اللي انا بعملها توصل لك اول بقى. وما تنسيش تحطي لي لايك. يلا بينا نروح نتفرج على الطريقة عملناها ازاي، شكل القلب الجامد قوي ديت بمقادير بسيطة جدا موجودة في كل البيوت. يلا بينا. يلا النهاردة بقى هنعمل فطاير، بس فطاير ايه جامدة جدا وطعمها حكاية. ولا تقولي لي دنش ولا تقولي لي اي حاجة، هنعملها في البيت طريقة سهلة قوي، طريقة بسيطة جدا، والمكونات زي ما انت شايفة كده تقريبا كده موجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا هي ايه. اول حاجة معايا 3 كوبايات دقيق بالشكل دوت، دول كوبايتين ودي كوباية، يبقى 3 كوبايات دقيق. معايا رشة ملح بالشكل دوت كده، معايا نص كوباية زيت، معايا كوباية حليب دافي، واحد بيضة فانيليا عشان البيض، 3 معالق سكر. السكر على حسب الكوباية بتاعت الدقيق، يعني مثلا لو احنا هنحط 4 كوبايات دقيق يبقى 4 معالق سكر. انا هنا هستخدم 3 كوبايات دقيق يبقى هستخدم 3 معالق سكر. ومعايا معلقة كبيرة خميرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا كوباية، هبدأ انزل بقى بالخميرة ديت والسكر مع بعض بالشكل دوت كده. بعد ما حطيت الخميرة والسكر هحط حوالي 3 معالق مية واقلبهم كويس جدا، وهسيبهم بقى يخمروا. ده اختبار للخميرة، لو الخميرة عندك بقالها كتير اعملي الموضوع دوت وسيبيها كده شوفيها تتفاعل ولا لا، علشان كتير مننا بنعمل وصفات كتير قوي وبنسيب الخميرة في العجينة ونرجع نقول العجينة ما خمرتش ليه، بيبقى الخميرة بتاعتك نوعها مش كويس او مثلا بقالها كتير عندك. اهو بالشكل دوت كده هسيبها بقى على جنب عقبال ما اشوف بقية المقادير معايا. دي كده كوباية الدقيق التالتة، تمام كده. ومعايا رشة الملح هحطها واقلب بقى رشة الملح مع الخميق مع الدقيق. رشة الملح اساسي في المعجنات كلها، حتى لو هتعملي اي نوع معجنات لازم تحطي فيه رشة الملح. بعد كده بقى هحط كوباية اللبن كلها، لازم يكون اللبن دافي معاكي. وهبدأ اللي انا اقلب بعد ما حطيت كوباية اللبن كلها، اهم حاجة يكون يا جماعة اللبن دافي، ما ينفعش يكون ساقع، تمام كده. بعد كده هحط نص كوباية الزيت، برضو هحط نص كوباية الزيت كلها. العجينة ديت او المعجنات ديت بتبقى طرية قوي، عشان كده بيبقى طعمها حلو، بيقولوا عليها دنش عشان بيبقى ناعم قوي، بيبقى ناعم زيادة عن اللزوم. يعني بعد ما حطيت كوباية اللبن كلها وحطيت نص كوباية الزيت، هبدأ انزل بقى بواحد البيضة، تمام كده. وكمان هحط بقى فانيليا، عندك فانيليا من دي تقدري تستخدميها، مش عندك تقدري تستخدمي البواكت، تستخدمي باكو واحد بس الفانيليا علشان خاطر البيض بس كده. طبعا مستمرية بقى في التقليب كده، والعجن هنعجن دلوقتي بايدينا. بصي بالشكل دوت كده هبدأ اعجن بقى بايديا، ما حطيتش الخميرة بتاعتي اللي هتخلي العجينة تخمر معايا. زي ما بقول لكم في فيديوهات كتير قوي من نجاح المعجنات اللي انت تعجنيها كويس جدا. هجيب دلوقتي الخميرة بتاعتي وهبدأ انزلها عليها. دي الخميرة بتاعتي، هبدأ انزلها عليها بالشكل دوت كده، الخميرة اللي احنا حاطين معاها 3 معالق سكر. حطيت معلقتين دقيق لان حسيت الدقيق مشربش المية كويس، فاللبن اللي انا حطيته والزيت، فحطيت معلقتين زيادة. طبعا انت عندك لو دي شرب كل السوائل اللي احنا حطيناها تقدري تضيفي معلقتين لبن، ما شربش تقدري اللي انت تضيفي معلقتين دقيق. طبعا الرخامة عندي نضيفة، هبدأ اللي انا اعجنها بقى هنا في الرخامة، على الرخامة عشان خاطر اعجنها كويس جدا وتديني نتيجة كويسة.
بعد ما عجنتها بقى كويس جدا زي ما انت شايفه كده اهو بالشكل دوت كده، بقت ناعمه جدا معايا. هبدا اعمل ايه بقى؟ هجيب الطبق اللي انا احطها فيه عشان تخمر، هحط فيه نقطه زيت بالشكل دوت كده، وهبدا احط العجينه بتاعتي كده وهسيبها بقى تخمر. هحطها بقى في مكان دافي لمدة ساعة لحد ما تخمر معايا، وبعد الساعة هرجع لك عشان نشوف هنشكلها ازاي مع بعض. دلوقتي بقى بعد ما عدت ساعة هنشوف الخمير، العجينة بتاعتي خمرت ولا لأ. بسم الله ما شاء الله خمرت معايا بالشكل ده كده. هبدأ دلوقتي اطلعها معايا على الرخامة، يدوب هرش رشة دقيق صغيرة جدا وهطلع العجينة بتاعتي. بس قد ايه هشة جدا وطرية قوي قوي قوي، وكمان قيمة غذائية عالية لان هي غنية، حاطين بيض وحاطين لبن وحاطين كل حاجة عشان خاطر الاطفال. مش هبدأ اعجن فيها تاني ولا اي حاجة، انا بس اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هقطعها. تحاولي تقطعيها بقى كلهم قد بعض عشان خاطر لما تيجي نعمل مع بعض الاشكال تبقى كلها متماسكة وقد بعض، مفيش واحدة كبيرة عن التانية. انا خلصتهم بالشكل دوت كده، طلعوا معايا 9. هبدا اعمل ايه بقى؟ هجيب رشه دقيق خفيفه جدا، بصي زي ما انت شايفه كده، وبرده هعفر النشابه بتاعتي وهبدا احطها هنا. عايزه تفرديها بايديكي افرديها، هتبقى سهله جدا لان هي مرتاحه قوي قوي قوي، وكمان العجينه بتاعتنا ناعمه قوي زي ما انت شايفه كده. هبدا ان انا افرد فيها، بصي الشكل دوت كده، تفرديها على قد ما تقدري بس مش هنكبرها قوي، عايزين فيها سمك كده عشان هقولك دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بصي دلوقتي بعد ما فردتها بالشكل دوت معايا هنا زبدة مسيحاها يعني، بس هي دلوقتي باردة، انا سيحتها لكن بردت، ومعايا سكر. مش عندك زبدة تقدري تستخدمي سمنة عادي، مفيش اي مشاكل. بصي بالشكل دوت كده حطيت الزبدة، وهبدأ أحط بقى السكر بتاعي فوق الوش. طبعا حابة بقى تحشيها أي حاجة تانية اللي يعجبك. ودلوقتي بقى بعد ما حطيت الزبدة وهرشيت عليها السكر، هبدأ بقى اللي أنا ألفها معايا، بس مش رول، رول مبطط مش مدور، علشان خاطر أبدأ اللي أنا ألفها كويس جدا. الطرف الأخير ده هبدأ اللي أنا أحطه كده، وبعد كده هحط الاتنين فوق بعض بالشكل دوت، وهحاول ان انا اقفل الاطراف كويس جدا عشان السكر لما يسيح ما يخرجش منها في الصاج ويبقى شكلها مش حلو. بصي على قد ما تقدري حاولي ان انت تقفلي الاطراف كويس جدا، وبعد كده تقفلي الجوانب كمان كويس قوي بالشكل دوت كده. ما تخافيش خالص، طول ما هي العجينة معاكي لينة وكويسة هتطلع معاكي ناجحة جدا. بصي بالشكل دوت هلفها بقى، واخلي الحتة اللي انا تنيتها مش اللي انا هقطعها، اللي انا تنيت منها هسيبها من ورا، والحتة التانية هقطعها بالشكل دوت، ومش هكمل القطعة لحد الاخر، هقطعها نقول مثلا كده تلات ارباعها وهلفها، وهتبقى معايا شكل قلب. هدهن الصينية باي مادة دهنية عندي، وبعد كده هحطها في الصينية بالشكل دوت كده. تعالي معايا نعمل واحدة تانية ونشوف انا هنعملها ازاي. فردت العجينة، وبعد كده هحط بقى الزبدة بتاعتي هدهنها كويس جدا بالشكل دوت كده. طبعا مش عايزة زبدة، ممكن سمنة لو مش عندك يعني، وهتحطي بقى السكر على حسب بقى سكرك انتي، عايزة مثلا سكر زيادة، عايزة سكر قليل، على حسب ما انتي ما بتحب الحاجة مسكرة، براحتك انت. وتقدري كمان تحطي رشة قرفة لو بتحبي القرفة، هتطلع معاكي جميلة جدا وزي المحلات واحلى كمان. بصي عملتها كده مبططة، وبعد كده هتنيها نصين وهتبدأي اللي انت تقفليها بالشكل دوت كده، وكمان هنقفل الجوانب مع بعض تمام كده بالشكل دوت كده. وهقطع تلات ارباعها بس، مش هقطع الربع الاخير عشان الربع الاخير ده اللي هيديني شكل القلب اهي.
هتلفيها كده تتلف معاكي، وقد ايه هي مورقة جدا زي ما انت شايفة كده، وكمان السكر طعمه حكاية جواها، لازم تجربيها. يلا بقى قومي على طول اعملي الوصفة ديت، بجد حلوة قوي، ولادك هيحبوها قوي قوي قوي، واثقة في كلامي، عشان ولادي لما عملتها لهم حبوها قوي، لاني كنت على طول كل ما انزل يخلوني اشتري الحاجات دي من بره. قلت طب وليه؟ ما انا بثلاث كوبايات دقيق تعملي كمية كبيرة جدا، تقدري كمان تصغري الحجم، هيطلع معاكي الكمية اكتر على حسب ما انت عايزة حجمها. يعني مثلا انا عاملاها حجم كبير طلعت معايا 9 وحدات، لما انت هتعملي حجم صغير هيطلع معاكي كمية كبيرة قوي. والطريقة سهلة قوي وبسيطة جدا بالشكل ده كده، هحطها جنبيها وسيبي مسافة. خلاص دلوقتي خلصت الفطاير بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده كده، قد ايه حلوة جدا وطرية قوي قوي قوي. هنفتح دلوقتي واحدة مع بعض ونشوفها، بس قبل ما نفتح واحدة مع بعض ونشوفها، في خطوة مهمة لازم تعمليها، عشان لما بتروحي الافران او بتروحي مثلا المحلات بتلاقي المعجنات او الفطاير او الدنش شكله كده بيلمع. طب هو بيلمع من ايه؟ او بيبقى حاطين ايه عليه؟ بيبقوا حاطين مربى او عسل ابيض. انا هنا حاطة معلقة عسل ابيض، وهكنت العسل يعني كنت حاطاه في التلاجة، فعملت لها زي حمام بخار كده لحد ما بقت معايا سايلة كده، ما بقتش متجمدة. ونفس القصة المربى، هبدأ بالفرشة بتاعتي ادهنها، بصي بالشكل ده كده اهي زي بتاع الافران بالظبط، واحلى بقى واوفر بكتير. يعني عملت من 3 كوبايات دقيق عملت حوالي 9 وحدات دنش. شوفي بقى الواحده دلوقتي بتتباع بكام؟ ب5 و6 جنيه في الاماكن الشعبيه، ولو هتشتريها من مكان غالي شوفي بقى بيبيعها لك بكام. ده كده اهي، طبعا لو مش حابه تحطي حاجه على وشها، هي مسكره جدا وطعمها حكايه، طعمها حلو جدا، لازم تجربيها بنفس الطريقه دي، بجد هتطلع معاكي حلوه جدا. وكمان لو عايزه تصغريها شويه هيطلع معاكي العدد اكتر بكتير قوي. كده انا دهنت وشها بالشكل دوت كده. خلاص بصي كده نفتحها مع بعض عشان نشوفها من جوه. بصي قد ايه طريه جدا اهي، بصي طريه قوي، وطبعا السكر عشان احنا حاطين فيها سكر من جوه مسكره جدا جدا جدا. بصي قد ايه طريه قوي، كل ده سكر، كل اللي عليها ده سكر، غير كمان العسل. لو انت ما بتحبيش السكر كتير تقدري ان انت ما تحطيش العسل اللي فوق الوش، ممكن تقدري تحطي مربى على حسب نوع المربى اللي انت بتحبيه حطيه على طول. بس كده ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبك الوصفة عجبتك. ما تنسيش تحطي لي لايك وتقولي لي رأيك في ايه، وتقومي على طول تنفذي لي الولاد، ينفع للنادي، ينفع لللانش بوكس في المدارس، ينفع كمان في وقت الصيف دوت لو انتوا قاعدين كده سهرانين جنب الشاي بلبن، جنب كوباية عصير، للرحلات حلوة قوي وسريع جدا وما بياخدش وقت خالص. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.